بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. يقول تعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. هذه الآيات الثلاث من سورة الإسراء جاءت في سياق قصة آدم عليه السلام مع إبليس لعنه الله، حيث أمرت الملائكة بأن تسجد لآدم فسجدوا جميعا إلا إبليس، فإنه عصى أمر الله ربه جل وعلا واستكبر عن السجود لآدم، فقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. الآيتين. يقول تعالى لإبليس عليه لعنة الله: اذهب، اخرج من الجنة، وقد أعطيتك مطلبك. أعطاه الله مطلبه في إنذاره إلى يوم البعث، إلى ما شاء الله جل وعلا، وذلك لأنه طلب الإنذار ووعد وأقسم بعزة الله وقدرته وكماله بأنه سيضل بني آدم، فأعطاه الله جل وعلا ما أراد من البقاء، وتوعده على إضلال بني آدم، فقال: اذهب فمن تبعك منهم من بني آدم، من تبعك منهم أعرض عن طاعة الله وأطاعك وضل عن الصراط المستقيم، فإن جهنم موعدكم أجمعين، فإن مآلكم إلى النار أنت ومن تبعك من بني آدم. لأن بني آدم المفروض منهم أن يطيعوا الله جل وعلا، وأن يمتثلوا أمر ربهم تبارك وتعالى، وأن يعصوا الشيطان، لكن من أطاع الشيطان منهم فقد ضل ضلالا مبينا. اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم، جزاء من أطاع الشيطان وعصى الله جل وعلا، لأنها لا تجتمع الطاعتان، فإما أن يطيع الله ويعصي الشيطان فيفوز فوزا عظيما، وإما أن يطيع الشيطان ويعصي الله فيخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. اذهب فمن تبعك منهم أطاعك فيما تسول له نفسه،
أطاعك فيما تدعوه إليه فإن جهنم جزاؤكم وفاء وجزاء أعمالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ليس هناك ظلم وإنما هو الطاعة لله وحده لا شريك له بمن أطاع والمعصية لمن عصى، ومن أطاع فله الجنة ومن عصى الله فله النار. قال اذهب فمن تبعك منهم تبعك اتبعك فيما تأمره به وتنهاه عنه فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، جزاء من أطاع الشيطان وعصى الله جهنم، كما أن جزاء من أطاع الله وعصى الشيطان الجنة التي عرضها السماوات والأرض جزاء موفورا أي ثابتا وفيا كاملا، تأخذ جزاءك جزاء كاملا لا نقص فيه. ثم إن الله جل وعلا قال للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. واستفزز استفز بمعنى استقاده، قاده إلى ما يضره. واستفزز من استطعت، من استطعت منهم أن يطيعك استفزده بمعصية الله جل وعلا ومره بذلك. من استطعت منهم بصوتك، المراد بالصوت الغنى على ما رؤيا الغنى، استفزدهم بأصوات الغنى وقدهم إلى ما يضرهم. وقيل المراد بصوتك صوت الدعوة إلى الشرك وإلى المعصية من أي كان، واجلب عليهم بخيلك. أجلب فلان على فلان بمعنى أنه تسلط عليه وجزم عليه وأعاد وأكرر العودة وأكرر ذلك لإضلاله. وأجلب عليهم بخيلك بخيالتك ورجلك، الرجل اللمشي على الأقدام، اجلب عليهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. خيلك الخيل التي تسير في ركاب الشيطان، ورجلك الرجال الذين يقاتلون في سبيل الشيطان. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، لأن فيه أناس يسيرون في ركاب الشيطان ويتسلطون على المسلمين من الفجار وعبدة الشيطان. واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. شاركهم في الأموال يعني أدخل عليهم المال الحرام، لأن كل مال حرام فإنه يضر صاحبه ويهلكه، يضره ويهلكه. أجلب عليهم خيلك ورجلك وشاركهم، شارك عبادتك بالأموال والأولاد، شاركهم في الأموال بمعنى ادعهم إلى المال الحرام وحسنه لهم ليقبلوه. قالوا المال الربا، وقيل كل مال حرام دخل على المرء فإنه من عوان الشيطان. في الأموال والأولاد، الأولاد قيل أولاد الزنا، وقيل الأولاد الذين يعبدون الشيطان ويطيعونه مهما كانوا، لأن المرأة
إذا استعجل ربما استعجل عندما يأتي أهله فلا يذكر الله جل وعلا عند وضع أول نقطة منه فيستعجل فلا يذكر الله جل وعلا فيكون هذا الولد نصيب للشيطان والعياذ بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، يسلم بإذن الله من الشيطان الرجيم، لأن أول غرسة يغرسها هي النطفة في رحم المرأة، فإذا اقترن ذلك بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يسلم بإذن الله، وإذا خالطه الشيطان صار نصيبا للشيطان والعياذ بالله. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، عدهم وعدا كاذبا، عدهم وعدا كاذبا لا صدق فيه، قل لا حساب ولا عذاب، لا جنة ولا نار، ولا بعث ولا سؤال ولا جواب، عدهم بهذا فإنهم يصدقونك إلا من عصم الله جل وعلا، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وعد الشيطان كله كاذب، ووعدتكم فأخلفتكم، فهو يعد ويخلف ولا يصدق في وعده، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم أكد ذلك جل وعلا بقوله: إن عبادي ليس عليكم لك عليهم سلطان، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فعباد الله جل وعلا حفظهم الله وعصمهم من الشيطان ومنع الشيطان من أن يتسلط عليهم، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله عظيما يسلم عباده من مكائد الشيطان. فحري بنا أيها الإخوة أن نصغي أسماعنا إلى كلام ربنا جل وعلا، ونتخذ الشيطان عدوا لنا، ونسلم من إيحائه ووسوسته، وإلا فإنه أقسم بعزة الله أن يتسلط علينا بخيله ورجله، ويشارك من شاء الله جل وعلا منا، ويشاركه في ماله وولده. فروي أن الشيطان يلتف على إحليل الرجل عندما يلج في فرج المرأة فيشارك في الجماع والعياذ بالله. أرجو الله جل وعلا أن يسلمني وإياكم من الشيطان ووساوسه ومكائده، وأن نسلم منه سلامة دائمة. لما سأل إبليس النظرة قال الله له: اذهب فقد أنظرتك، كما قال في الآية الأخرى: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ثم أوعده ومن اتبعه من ذرية آدم جهنم، قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم، أي على أعمالكم جزاء موفورا. قال مجاهد: وافرا. وقال قتادة: موفورا عليكم لا ينقص لكم منه. وقوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قيل: هو الغناء. قال مجاهد: باللهو والغناء، أي استخفهم بذلك. وقال ابن عباس في قوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك،
قال كل داع دعا إلى معصية الله عز وجل. يعني ليس خاصا بالغنى كما قال الأولون، بل يقال إن صوت الشيطان هو الغنى، ويقال إن صوت الشيطان كل داع إلى دعوة فيها معصية الله جل وعلا، فهذا من صوت الشيطان. وقال ابن عباس واستفزز في قوله واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال كل داع دعا إلى معصية الله عز وجل، واختاره ابن جرير. وقوله تعالى وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يقول واحمل عليهم بجنودك خيالاتهم واحمل عليهم بجنودك خيالاتهم وراجلتهم، فإن الرجل جمع راجل كما أن الركب جمع راكب والصحب جمع صاحب وهكذا. ومعناه تسلط عليهم بكل ما تقدر عليه، وهذا أمر قدري كقوله تعالى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا وتسوقهم إليها سوقا. قال قتادة إن له خيلا ورجالا من الجن والإنس وهم الذين يطيعونه. تقول العرب أجلب فلان على فلان إذا صاح عليه، ومنه نهي في المسابقة عن الجلب والجنب، ومنه اشتقاق الجلبة وهي ارتفاع الأصوات. وقوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد، قال ابن عباس ومجاهد هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال في معاصي الله تعالى. وقال عطاء هو الربا، وقال الحسن هو جمعها من خبيث وإنفاقها في حرام، والآية تعم ذلك كله. جمع المال من مال من طريق غير مشروع لازم ينفقه الإنسان في طريق غير مشروع، لأن الجزاء من جنس العمل، كما أن المال المجموع من حرام لا بد أن ينفق في الحرام والعياذ بالله، فهذا ابتلاء وامتحان للعبد. إذا وفقه الله للمال فيجب أن يستعين به على طاعة الله، وكل مال نبت من سحت، وكل جحم نبت من سحت، فالنار بولى به. فإذا رزق العبد مالا استعمله في طاعة الله فذلك دليل على أن المال حلال طيب، وإذا استعمله في المعصية فذلك يشعر بأن هذا المال مال حرام. فحري بنا أيها الإخوة أن نحفظ أموالنا من أن يخالطها الحرام، وقد قال عليه الصلاة والسلام لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيجب على المرء أن ينفق ماله في وجوه الحل وما أذن الله جل وعلا في الإنفاق فيه، وليحذر الحرام. وقوله تعالى والأولاد يعني أولاد الزنا. قال ابن عباس هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفها بغير علم. وقال الأول يقول إنه الزنا أولاد بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، الأولاد المشارك فيهم أولاد الزنا، وقيل هم الأولاد الذي وئدوا في حال حياتهم قتلوا واستراح منهم آباؤهم، وذلك بأمر من الشيطان ومشاركته لهم فيهم. والأولاد يعني أولاد الزنا. قال ابن عباس هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفها بغير علم. وقال الحسن البصري
قد والله شاركهم في الأموال والأولاد، مجسوا وهودوا ونصروا وصبغوا غير صبغة الإسلام. وصبغوهم يعني قلبوا سنجتهم، قلبوا حياتهم من حياة سعيدة، حياة السعادة والفوز، إلى حياة الشقاء والبؤس. سمعوا جمعوا، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالمولود أصله مولود على الفطرة، فأبواه يصرفانه عن طاعة الله إلى ما يريدون من اليهودية أو النصرانية أو المجوسية. وجزأوا من أموالهم جزاء للشيطان. وقال أبو صالح عن ابن عباس: هو تسميتهم أولادهم عبد الحارث وعبد شمس وعبد فلان، يعني يعبدونهم لله جل وعلا، إذا يعبدونهم لغير الله تبارك وتعالى. فالخطر على من عبد لغير الله، فإنه يعبد من وجه إليه. الوالد إذا سمى ولده عبد الحارث فإنه يعبد الحارث، وإذا سمى ولده عبد شمس أو عبد نوفل أو عبد كذا من أسماء الجاهلية فإنه يعبد تلك الجهة فيضل ويهلك. قال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال كل مولود ولدته أنثى عصي الله فيه بتسميته بما يكرهه الله، أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله، أو بالزنا بأمه، أو بقتله أو وأده، أو غير ذلك من الأمور التي يعصى الله بفعله به، فقد دخل في مشاركة إبليس فيه، لأن الله لم يخصص بقوله وشاركهم في الأموال والأولاد معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى. فكل ما عصي الله فيه أو به أو أطيع الشيطان فيه أو به فهو مشاركة، وهو الذي قاله متجه. وكل من السلف رحمهم الله فسر بعض المشاركة. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. وفي قوله تعالى: وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول: إذا حصحص الحق الآن حصحص الحق الآن حصحص الحق يوم يقضى بالحق، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم الآية. وفي قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين وحفظه إياهم وحراسته لهم من الشيطان الرجيم. ولهذا قال تعالى: وكفى بربك وكيلا، أي حافظا ومؤيدا ونصيرا. وفي الحديث: إن المؤمن لينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في سفره. يعني في السفر المؤمن يكون شيطانه ضعيف، ما يحصل لا طعام ولا شراب ويكون جائع، فتنضى حاله، يعني يكون ضعيف، بخلاف شيطان المنافق والكافر والفاجر والفاسق، فإنه يعين من ما يريد من الأكل والشرب وكذا والجماع وغيره، يجامع معه.
أما المؤمن فهو يحرم شيطانه من كل طعام وشراب لا يدرك منه شيء، يمضي شيطانه يعني يفقره ويقضي عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وله قرين من الجن. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله عانني عليه فأسلم، أو فأسلموا، فأسلم هو شيطان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن الشيطان يسلم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشيطان المؤمن قضية حاله ضعيفة، ما عنده استعداد ولا قوة على أن يتسلط على المؤمن. اللهم أضعف شياطيننا وقونا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم. في الحديث: إن المؤمن لينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر، ينضي أن يأخذ بناصيته ويقهره، يقهره ويمنعه، مثل البعير إذا منه أذهب قوته بسفره عليه وعدم عاشة كاملة، فإنه تقضي حاله وتضعف. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة بالدين والسلامة من الشيطان الرجيم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: لماذا التسليم في الصلاة على الميت فقط على الجانب الأيمن؟ لأن المشروع في صلاة الجنازة وفي تجهيز الميت هو الإسراع والتخفيف، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فشرع الإسراع في تجهيز الميت، وشرع التخفيف في الصلاة، فيكتفى بتسليمة واحدة، وكذا يكتفى بعدم الاستفتاح، لا يستفتح في صلاة الجنازة ولا يقرأ إلا الفاتحة. يقول السائل: ما حكم مصافحة النساء؟ لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح المرأة الأجنبية، وإنما إذا سلم عليها يسلم عليها كلاما، ولا تمس يده يد المرأة. تقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، وإنما كان يبايع النساء كلاما، يبايعهن في الكلام بدون مصافحة، بخلاف الرجل، فالرجل يبايعه بمصافحته بيده. أما المرأة فلكونها أجنبية فلا يجوز للرجل أن يصافحها، وإنما له أن يصافح محارمه كأخته وبنته وغير ذلك من المحارم. يقول السائل: ما حكم تبسم الرجال في الصلاة؟ التبسم لا يضر، وإنما يكره الضحك، أن يضحك في الصلاة، وأما إذا تبسم كالمعجب ونحو ذلك فلا بأس. يقول السائل: هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على سجادة فوق سجادة أخرى؟ ما أعرف أنه نهي عن ذلك. يقول السائل: هل صحيح حديث استجابة الدعاء بين الظهر والعصر يوم الأربعاء؟ نعم، هذا ورد في الحديث أن الله جل وعلا استجاب لرسوله صلى الله عليه وسلم بدعائه بين الظهر والعصر يوم الأربعاء.
يقول السائل: كيف يحافظ الصائم المجتهد في رمضان على ما على نمط العبادة في الفطر؟ يحافظ عليها بتوفيق الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا جعل هذه المواسم مواسم العبادة يستصحب منها المسلم شيئا ما يستمر معه، فجعل جل وعلا رمضان القيام وقراءة القرآن والذكر والصيام يستصحب منه المسلم شيئا ما، وجعل في الحج أعمالا يستصحب منها المسلم شيئا يستمر معه، وهكذا يستحب للمسلم أن يستصحب من عبادته في وقت الموسم إلى غيره ليتخذ ذلك سبيلا على إعانته على ذلك. يقول السائل: هل التسبيح والتهليل يوم العيد يكونا بصوت مرتفع أم منخفض؟ يجمع بين الأمرين، السر أحيانا يكون علشان ما يشوش على الآخرين، وأحيانا الجهر يذكر الآخرين بأن اليوم يوم تسبيح وتهليل. يقول السائل: رجل قالت له زوجته: احلق لحيتك أو طلقني، ماذا يفعل؟ عليه أن لا يطلقها من أجل هذا ويتوعدها، وليست مأمورة بأن تتعرض له بلحيته، ولا يجوز لها ذلك، وإنما على المرء أن يتقي الله جل وعلا ويعفي لحيته امتثالا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اضطر لذلك من قبل الولاية أو الحكومة أو الجهات الأخرى التي تسلط عليه العذاب فلا بأس عليه أن يحلق لذلك، أما لزوجته أو لأمه أو لأبيه فلا يطيعهما في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول السائل: ما حكم صلاة النافلة بعد صلاة التهجد، علما أني صليت مع الإمام الشفع والوتر؟ لا بأس عليك، استحب لك إذا سنحت لك الفرصة ألا توتها، ألا تترك الصلاة لأجل أنك أوترت. الوتر يستحب أن يكون هو آخر الصلاة، لكن إذا أوترت قبل أن تنتهي فلا بأس، كأن توتر وأنت في المسجد وتريد أن تصلي بعد وترك مع الإمام فلا بأس عليك، وإذا شفعت وترك بركعة مع الإمام بعد الإمام فلا بأس حتى توتر في آخر صلاتك. فمثلا من صلى الوتر متقدما في أول الليل أو في منتصف الليل مع الإمام وهو يريد أن يصلي بعد هذا فيحسن بعدما تسلم فيسلم الإمام من صلاة الوتر أن تقوم أنت وتأتي بركعة، فتكون صليت الشفع والوتر ركعتين حتى الوتر صليته ركعتين، فإذا انتهيت من صلاتك فتوتر. أولى لك من تركك الوتر مع الإمام، لأنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فإذا صليت مع الإمام حتى ينصرف وإذا انصرف الإمام شفعت صلاتك بركعة ثانية تكون شفعتها شفعا وبقي عليك الوتر. يقول السائل: هل يجوز استعمال كهرباء الحرم لملء بطاريات الجوال؟ الظاهر أن هذا لا بأس به لأنه مأذون فيه، وجعلوا الأفياش متعددة في الحرم لأجل حاجة الناس إلى ذلك. يقول السائل: أنا جمعت زوجتي في رمضان ولم أقم بالاغتسال حتى الفجر. لا بأس عليك إذا جامعت زوجتك ونمت ثم استيقظت بعد الأذان وقد نويت الصيام، فلا بأس عليك أن تنوي الصيام
وأنت جنوب ثم تغتسل قبل صلاة الفجر. يقول السائل: هل الطلقة الأولى وفي حال غضب تستلزم إعادة العقد الشرعي أم لا؟ طلاق السكران وطلاق المريض وطلاق الغضبان كله يعتبره العلماء أنه يلزم صاحبه لئلا يتساهلوا في الطلاق. والواجب على المسلم أن يمنع لسانه وفكره عن الخوض في الطلاق حتى يقع بطيب خاطر منه ورغبة في ذلك، أما أن يجعله وسيلة انتقام من الزوجة فهذا لا يجوز، ثم يرجع في هذا إلى الحاكم الشرعي. إن رأى مؤاخذة الرجل بذلك فله حق في هذا، وإن رأى عدم المؤاخذة فله الحق، ويرجع إلى اجتهاد القاضي. يقول السائل: خرج مني سائل بدون شهوة ولم أشعر به حتى هل أستحم أو أجدد الوضوء؟ ما يلزم الاستحمام ولا الاغتسال لإنزال الماء المني الماء الأبيض بدون شهوة، لأن الاغتسال يلزم للمني إذا نزل المني، والمني يخرج دفقا بلذة، أما بدون هذا فإن هذا يكون ودي أو سلس بول أو مذي أو نحو ذلك مما يخرج من الذكر، فالولي المني هو الذي يوجب الاغتسال، أما ما عداه فإنه ناقض للوضوء ولا يجب معه الاغتسال. يقول السائل: هل تجوز صلاة القيام في البيت للمرأة على التلفاز هي وأولادها الصغار؟ يجوز للرجل أو المرأة أو العائلة أن يصلوا صلاة قيام الليل لا على التلفاز، لأن التلفاز ربما نقل صلاة في المدينة أو نقل صلاة في مكة والمرء بعيد عنها وهكذا، فلا ينبغي أن يصلي على التلفاز، وإنما يصلون وحدهم، فالرجل والمرأة لهم أن يصلوا قيام الليل وحدهم بدون إمام لهم، يتخذون أحدهم إماما لهم يصلي بهم، سواء كان الكبير أو الصغير إذا كان أحفظ للقرآن. يقول السائل: رجل عليه كفارة الجماع في نهار رمضان ولا يستطيع صيام شهرين، فهل يطعم 60 مسكينا جملة واحدة أم يجوز أن يطعمهم متفرقين؟ الأولى أن يجمعهم 60 مسكين ويعطيهم الكفارة، يعطي كل واحد حق يوم، ولا يجمعها كلها لشخص واحد ونحو ذلك، وإنما يفرقها بينهم، وله أن يعطي كل يوم فقيرا واحدا حسب ما يتيسر له. يقول السائل: هل يجوز توزيع زكاة الفطر في الدول الإسلامية الفقيرة جدا؟ يجوز لك أن تنقلها، لكن احرص أخي على أن تعطى لصاحبها في وقتها المناسب، ما ترسلها لهم ولا تصلهم إلا في شوال أو في ذي القعدة، أو تصلهم متأخرة عن الوقت المحدد، فزكاة الفطر تعطى أفضل وقت لها أن يسلمها الفقير بعد صلاة الفجر من يوم العيد إلى وقت صلاة العيد، هذا أفضل وقت، وإن قدمتها يوما أو يومين فلا بأس، والتأخير لا يجوز عن يوم العيد. فالأولى في مثل زكاة الفطر ومثل الأضحية وغير ذلك من الشعائر الإسلامية أن تعطى لواحد في وقتها المناسب ولا تؤخر عن الوقت المناسب. أما صدقة التطوع فهذه هي الذي لا بأس
فما أعطيتها الفقير وصلته استفاد منها. وأما صدقة الفطر وزكاة المال الواجب إخراجها في الحال، فيجب عليك أن تخرجها في الحال وتسلمها للفقير، فلا تقول مثلا أرسلها لكذا فتصل في شوال أو في ذي القعدة، لا يجوز مثل هذا. يقول السائل: رجل شرب الماء والمؤذن يؤذن، هل عليه قضاء؟ لا يا أخي، ما عليه قضاء، لأنه شرب الماء في وقت الليل، لأن الغالب أن المؤذن يتقدم أذانه قبل طلوع الفجر، ما كانوا يرقبون الفجر وينظرون إليه، وإنما يحتاطون ويتقدمون. أيها الإخوة، هذه الأيام والليالي أيام مباركة، يحسن بنا أن نستغلها بطاعة الله جل وعلا، بقراءة القرآن، الذكر، الاستغفار والتحميد والتسبيح، والصدقة، والصيام، والقيام الليل. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يحرص على الجد والاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان. صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أول الشهر يصلي ويرقد، أما عند آخره عند العشر الأواخر فإنه يشد المئزر، كناية عن أنه لا يجامع زوجته عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يشد المئزر ويجتهد في الطاعة والعبادة. فكان يحيي الليل في العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر، وكل ليلة من ليالي العشر الأواخر محتملا تكون هي ليلة القدر التي يستجيب الله بها دعاء عباده. فادعوا الله أيها الإخوة لعل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويسر أمورهم ويجعل النصر والتأييد لهم والغلبة لهم على أعدائهم. فقد تسلط الأعداء على إخوانكم المسلمين في كل مكان وفي كل قطر، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك بسبب تضييع المسلمين لأوامر الله واحتقارهم لها وتركهم إياها، سلط الله عليهم أعداءهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.